أحوال جوية غير مستقرة مرتقبة على المملكة خلال اليومين القادمين، فرص لبعض الأمطار سنتعرف عليها في المناطق المشمولة بها وكثافتها بعد هذا الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذا تتأثر تقريبا مناطق واسعة من شرقي البحر الأبيض المتوسط بأحوال جوية غير مستقرة، كما نلاحظ صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى اندفاع كميات كبيرة من السحب والغيوم التي تأتي تقريبا على ارتفاعات مختلفة من مناطق مثلا جمهورية مصر مرورا باتجاه المملكة وفلسطين. أيضا المزيد من السحب والغيوم الماطرة الرعدية في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. النماذج الجوية الحاسوبية تشير على أن مناطق مختلفة من شرقي البحر الأبيض المتوسط متوقع تشهد هطولا للأمطار خلال تقريبا 72 ساعة القادمة. في المملكة مثلا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تحظى ببعض فرص هطول الأمطار يومي الأحد والاثنين، وتكون على شكل زخات متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق ذات النطاقات الجغرافية المحدودة والتي قد يصحبها الرعد، أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من شرقي البحر الأبيض المتوسط. بالعودة إلى الحالة الجوية في المملكة على وجه التحديد، فإن الطقس هذه الليلة مثلا سيكون غائما جزئيا في مناطق مختلفة، أو عفوا سنذهب إلى الطقس الثلاث أيام القادمة. الأحوال الجوية متوقع يوم الأحد يتوقع أن يكون الطقس بشكل عام غير مستقر، تهطل الأمطار في بعض المناطق والأجزاء المختلفة على شكل زخات ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة لبعض الوقت في بعض المناطق. رياح نشطة متوقعة أن ترافق هذه السحب والغيوم. درجة الحرارة غدا تنخفض إلى 22 درجة مئوية في العاصمة عمان، والأجواء تكون مائلة للبرودة. تبقى فرص الأمطار حاضرة حتى في ساعات الليل. هذه الأمطار طبعا طبيعتها تكون على شكل زخات في مناطق عشوائية ليست شاملة، أيضا لا تكون متواصلة في ذات الوقت. درجة الحرارة الصغرى ليلة الأحد على الاثنين 17 درجة مئوية، 25 درجة مئوية يوم الاثنين مع بقاء فرص الأمطار حاضرة التي قد يصحبها الرعد أحيانا، ودرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17. ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء تصل إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى لين حوالي 16 درجة مئوية. هذه الليلة الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام في أغلب المناطق، مع فرص لبعض الأمطار تزداد تدريجيا أثناء الليل في بعض الأجزاء التي قد يصحبها الرعد أيضا أحيانا هذه الأمطار، لكن هذه الفرص ما زالت ما بين المستوى الضعيف إلى المتوسط، ودرجة حرارة صغرى هذه الليلة 15 درجة مئوية. نتعرف على توقعات الأحوال الجوية نهار يوم الأحد في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من إربد في الشمال 25-18 مع فرص لبعض الأمطار بمشيئة الله تعالى، قد يصحبها الرعد أحيانا في عجلون 23-18، وفي جرش 25-18، وفي المفرق من 24-16 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان وفي بلقاء تقريبا في ساعات النهار 22 درجة مئوية، ليلا في البقاء 19، وفي العاصمة عمان 17 درجة مئوية، 24-16 في مأدبة، وفي الزرقاء من 25-17، وفي البحر الميت 29-15. الأجواء غائمة في معظم الأوقات مع فرص للأمطار بين الحين والآخر. المناطق الجنوبية من المملكة أيضا تحظى بذات الغطاء السحابي وفرص الأمطار أيضا، درجة حرارة في الكرك 24-17، في الطفيلة 22-17، وفي الشراء من 21-15 درجة مئوية، 23-15 في معان، وفي العقبة من 29-24 درجة مئوية. أيضا تبقى الفرص وموجودة في ساعات المساء لأن تهطل بعض الزخات التي قد تكون رعدية من الأمطار في تلك المناطق. في المناطق الشرقية في رويشة 27-16، في الصفاوي من 24-13، وفي الأزرق من 25-15 درجة مئوية، أيضا مع وجود فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار. رياح نشطة متوقع أن تزداد ساعات ليلة الأحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين، وبالتالي بعض المناطق قد تزاد بها نسبة ومستويات الغبار. أيضا غدا الأحد أجواء تكون مغبرة في بعض المناطق نتيجة الرياح النشطة المرافقة للسحب والغيوم، وبالتالي مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والعيون عليهم الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار. كما ندعوكم إلى الانتباه أثناء القيادة خطرا أو بسبب الانزلاق الذي قد يحدث بسبب الأمطار. نسأل الله يجعلها أمطار خير وبركة. دمتم بخير، إلى اللقاء. الاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية،
والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.